سيكون هذا الجسر أطول جسر عابر للبحر في العالم. سينجز تنفيذ هذا المشروع المعماري العملاق في فترة تدوم قرابة 6 سنوات. لتنفيذ هذا المشروع يجب على المهندسين أن يجدوا وسيلة لتجنب 4000 سفينة و 1800 طائرة كل يوم. يستخدم 500,000 طن من الفولاذ لبنائه، ويجب استهلاك 2.3 مليون طن من الخرسانة المسلحة لبناء أطول نفق تحت البحر في العالم. سيتم استخدام أضخم مطرقة مهتزة في العالم لإنجاز بناء هاتين الجزيرتين الاصطناعيتين. كما يجب عليهم أن يبذلوا كل ما في وسعهم للتغلب على تحديات الأعاصير والزلازل، إلى جانب الظروف القاسية غير المسبوقة بالنسبة لحماية البيئة، علما بأن هذه المجهودات كافة تستهدف ترجمة حلم للأجيال إلى واقع. إنها مجرد بداية. في جزيرة غويشان الواقعة على بعد 1600 كيلومتر عن شنغهاي، يعمل أكثر من 3000 عامل بانتظار وصول القوالب. لابد من بناء مصنع عملاق في 100 يوم لإنتاج 33 قسما من أطول نفق مغمور في العالم. مساحة المصنع تعادل 10 ملاعب كرة قدم. سيتم حفر 3 ملايين متر مكعب من التراب، ويمكنه إنتاج قسمين كل شهر يزن كل منهما 76,000 طن. في مدينة داليان الساحلية على بعد 1900 كيلومتر عن شنغهاي، تجري سلسلة من التجارب لمساعدة المهندسين في تحديد كيفية تركيب النفق الضخم بنجاح. ستقلد التجارب تأثير تيارات المحيط على النقل وتركيب النفق، وستظهر البيانات حجم الحبل الفولاذي اللازم لجر النفق الذي يزن 76,000 طن بأمان. لابد أن تكون البيانات دقيقة، وإلا فإن النتائج ستكون كارثية. إذا لم تكن التجارب دقيقة وانقطع الحبل خلال العملية، فإن النفق الغالي سيغرق في قاع البحر، ما سيسبب خسائر مادية وبشرية جسيمة. بدأ تشغيل صانع الموجات والموجات العارمة المقلدة تحتاج نموذج النفق. وستساعد التجارب التي تستغرق أكثر من 6 أشهر، ستساعد المهندسين على تحديد أفضل طريقة للسيطرة على النفق الضخم بشكل آمن ومعقول. تعد مكاو من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم. مع التنمية الاقتصادية والعولمة، تعجز الصناعة أحادية الجانب عن تلبية متطلبات المدن، ولذلك تبحث السلطات عن الاتجاهات التنموية الجديدة لجذب المزيد من العملاء والزوار، ويعتبر نجاح المشروع أمرا حاسما لتنمية المدينة. السيدة خوان دليلة سياحية منذ أكثر من 10 سنوات، وأمام الأعداد المتزايدة للسياح تتطلع لإنجاز بناء هذا الجسر.我来澳门的话是1983年来到这里，来了整整30年了。那么见证了澳门回归之前跟回归之后的变化。自从2002年自由行开放了，那么大量的内地的客人来到我们澳门，带旺了我们澳门的旅游，包括餐饮了，包括这个购物了。那么所以现在我们的生活的话，就越来越好了。
على خطى السيدة خوانغ، تسعى لانسالي أيضا لتصبح دليلة سياحية بعد تخرجها من المدرسة، وقد يخلق الجسر الجديد فرصا جديدة لها. 眼睛好一点的话，看到有中文字吗？放的是这蛇狮子在这里，然后跟中国人说，这个也是代表，就是平安，代表好的意思。然后这是，这个就是我们大三巴，其实它有的特色。تعلم ليها الكثير عن ماكاو، وتأمل في إطلاع المزيد والمزيد من الناس على ثقافتها. السيدة خوانغ على ثقة تامة بأن السياحة هي اتجاه تنمية ماكاو في المستقبل. إن الجسر الجديد سيجذب المزيد من الشباب للمشاركة في صناعة السياحة، وسيكون مستقبل ماكاو أكثر رونقا وإشراقا. تكمن في بحر الاندنيانغ قوة جبارة، فالأعاصير والأمواج العاتية تهدد دائما سلامة الجسر، كما يكمن فيه أيضا أكبر تهديد غير مرئي بالنسبة للمشروع، يتمثل بمجموعة من المواد الكيميائية تعرف باسم الكلورات.那么这一块呢，是我们1987年就放在海边的一个钢筋混凝土事件。那么经过20多年之后呢，我们现在把这个事件取回来，可以看到呢，就是绿离子呢已经渗到了这个钢筋表面，那么就引起了这个钢筋的锈蚀。那么如果时间再延长，那么这个整个钢筋都会全部锈蚀，它的锈蚀产物呢就会造成膨胀，那么整个混凝土呢就会开裂，甚至于剥落，那么这个结构就失效了。 تشكل الكلورات تهديداً كبيراً للجسر الذي يبلغ عمره 120 عاماً. يجب على فريق المهندس تاي إيجاد طريقة فعالة للحد من هذا التهديد. 在海洋环境下搞工程建设呢，对工程质量造成最大的、最长期的影响呢，就是氯盐问题。比如这个石块呢，哈，就是混凝土氯离子呢，哈，已经渗透到这儿了。 这个问题的解决是解决港珠澳大桥120年使用寿命一个最重要的问题。حسب بيانات الاختبار خلال العقدين الماضيين، تم العثور على وسيلة فعالة لحل مشكلة الكلورات، تتمثل في نوع جديد من الخرسانة يتسم بالقدرة القوية على المقاومة ضد الكلورات. سيستخدم الجسر البالغ طوله 22 كيلومتراً 500 ألف طن من الفولاذ، إنه رقم قياسي في العالم، رغم أن الجسر الفولاذي أخف بكثير من الجسر الخرساني التقليدي، لكنه لا يزال يواجه تحدياً خطيراً ألا وهو الزلزال. يواجه فريق المهندس شيه مهمة شاقة، فعليه العثور على وسيلة أفضل لحماية الجسر الفولاذي من تهديد الزلازل. هذه المرة ركز الفريق على أحدث التكنولوجيا. 这是一个普通的橡胶，我们看看它落下自由落体以后会发生什么情况。 这是另外一种橡胶。 它是高阻尼橡胶材料，它的阻尼特性我们也可以通过这个实验来演示一下。
对于普通橡胶来说，它的地震能量没有耗散，它自由落体以后呢，它还会再弹起来。但是对于这种高阻力的橡胶制作，那么它落下去以后呢，它的地震能量通过这个分子之间的这些力而进行了消散。يجري فريق المهندسين تجارب لتحديد أفضل الحلول لامتصاص الصدمات قبل بدء البناء الفعلي للجسر. سيتم بناء ثلاثة جسور على خطوط الملاحة عبر بحر الاندنيانغ الذي تمر به أكثر من 4000 سفينة كل يوم. دخول تصميم الجسور المرحلة النهائية، لا يوجد مثل هذا الجسر الذي يعبر المسارات الجوية لثلاثة مطارات دولية ناهيك عن قربه منها. سيبعد جسر جيوتشو عدة كيلومترات عن مطار ماكاو، بالتالي فإن موقعه أخطر لأن الطائرات ستطير فوق الجسر بعد أقل من دقيقة من إقلاعها، وعادة ما يكون آلات الرفع أطول بكثير من أبراج الجسر، لكن هيئة الطيران لا تسمح لارتفاع المعدات بتجاوز 122 مترا، في حين يتطلب التصميم وصول ارتفاع برج الجسر إلى 120 مترا، لذلك يجب على المصممين أن يجدوا حلولا جديدة لتنفيذ المشروع. تم إيجاد طريقة لتركيب الأبراج من خلال تجميعها مسبقا وسحبها أفقيا باستخدام الكوابل، ثم عموديا من خلال الكوابل أيضا. لكن لابد من حل مشكلة الرياح القوية قبل بدء التشغيل. الإعصار دائم الوقوع في مياه الاندنيانغ، حيث تهب الرياح القوية نحو 200 يوم في السنة. يمكن للعوارض الفولاذية أن تتمايل مع الرياح بشكل إيقاعي، وإذا تمايلت بنفس التردد سيحدث الرنين، ما يعني نتائج كارثية. يقوم الأستاذ جو مع طلابه بتجربة مهمة في جامعة تونجي بمدينة شانغهاي لحل مشكلة الرنين من خلال نموذج نفق الرياح. 我们已经发现了一些不利的涡阵的现象。那么，在每秒16米，也就是7级风的作用之下，它速弯振动的整幅呢，可以达到40公分。那么，这个40公分的整幅呢，会对行人、会对驾驶员、会对行车坐在车上的人员造成一些不舒适的感觉。那么，甚至于呢，会导致桥梁结构的疲劳影响。 إن حل مشكلة الدوامة أمر هام للتجربة، ويجب أن تختفي هذه الظاهرة. طول المياه البحرية 30 كيلومترا، وهي خط بحري الأكثر ازدحاما في العالم. لضمان حركة المرور البحرية بشكل طبيعي لأكثر من 4000 سفينة زائد السفن المشاركة في المشروع، يعمل المهندسون مع شرطة المرور البحرية لإعادة التخطيط لرسم خط بحري. يعتبر هذا أكبر مشروع لتحويل خطوط الملاحة البحرية في الصين. <音><音>
这个海事部门在这个高速客舰的航线的调整和规划上面有什么想法没有？所以说，在我们这个23公里的桥梁段的这个水上交通安全监管中，应该是最难的部分，也是对我们这个施工和通航安全影响最大的部分。跨越了我们这个来往于粤港澳三地的这个高速客船，正常的情况下，它有150个这个航班。يراقب مركز لرصد نظام حركة السفن التابع لهيئة غوانجو البحرية عن كثب جميع السفن هنا لضمان سلامة حركة المرور البحرية. دخلت شركة تشانغهوا تشانغهاي للصناعات الثقيلة المرحلة النهائية من جمع وتركيب الأوعية الفولاذية، وسيبدأ رسميا تنفيذ المشروع قريبا. يعتبر نقل هذه الأوعية الفولاذية إلى موقع البناء على بعد 1600 كيلومتر مهمة شاقة. 要待10个小时的。 يجب أن يعمل 5 عمال 10 ساعات متواصلة لتحميل 8 أوعية فولاذية على ظهر السفينة. هذا تحد للقوة الجسدية والتحمل. تستطيع سفينة شحن حمولتها 70,000 طن تحميل 8 أوعية فولاذية فقط. إذن تحميل 4,000 طن من الأوعية أمر سهل جدا لهذه السفينة، لكن ارتفاعها البالغ 45 مترا سيحجب رؤية القبطان. لم يسبق أن واجه القبطان الخبير مثل هذه التحديات. 像我们一般普通的货船吧，前面视线一般都是很清爽的，没有什么障碍物。现在我们这种拉这种钢管，高度都40多米，整个把驾驶台全部挡死了。所以说我们在驾驶台上可以说，全部什么都看不见。 توجهت السفينة تشانغهوا حاملة على ظهرها 8 أوعية فولاذية ضخمة إلى بحر لندنيانغ على بعد 1600 كيلومتر جنوبا. سينتهي مصنع النفق الواقع على جزيرة غويشان من إنجاز مهمة صنع الهيكل الفولاذي الضخم. استغرقت عملية الصنع 6 أشهر قبل الموعد المحدد بشهر واحد. ، 高是11米94，宽是37米95，这个混凝土的话有3400方左右，要求的话一次交就是24小时就把它一次交完，养护3天，然后顶推出去。
يتم رفع آخر هيكل بالرافعة، ويعمل أربعة عمال على ربط الهيكل الذي يزن أكثر من 10 أطنان ببقية الهياكل. بعد شهر سيبدأ بناء القسم الأول من النفق، ما سيسجل رقما قياسيا عالميا. تقترب السفينة تشينخوا من تشوخاي التي تحولت من قرية صيادين إلى مدينة يقطنها 1.5 مليون نسمة خلال 20 عاما. ستشارك في الشؤون التجارية والاقتصادية العالمية كمدينة هامة أخرى على الضفة الغربية لنهر اللؤلؤ بعد انتهاء بناء جسر هونغ كونغ تشوخاي ماكاو. انتقل السيد تشانغ إلى تشوهاي قبل 20 عاما بعد تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح. لقد شهد التغييرات والتطورات على مدار السنوات الماضية. يرى تشانغ أن الخيال هو مستقبل هذه المدينة. يتطلع للجسر بعد انتهاء المشروع فتصبح تشوهاي أجمل وأكثر. تتوجه سفينة الشحن حاملة على ظهرها 8 أوعية فولاذية صوب المياه قبالة الجزر الاصطناعية في تشوخاي. لأن عاصفة استوائية تتشكل في جنوب الفلبين وقد تصبح إعصارا جديدا. تراقب العيون السفينة ذات الحمولة الضخمة، لأنها ستصبح جزءاً مهماً من الجزيرة الاصطناعية الشرقية. إن وضع الأوعية الفولاذية الضخمة في قاع البحر بدقة بتفاوت أقل من سنتيمترين صعب للغاية. يعتبر سيد تشين عامل رافعة هو المؤهل الوحيد لتنفيذ هذه المهمة، لأنه يشغل أكبر مطرقة مهتزة ذات 8 اتجاهات في العالم. تم تصميمها خصيصاً لإنشاء الجزر الاصطناعية، ويمكنها رفع شيء وزنه 1600 طن. تم رفع الوعاء الفولاذي الذي يزن 550 طناً ونقله نحو نقطة محددة، ولكن لا أحد يعرف موقع النقطة بدقة. تستخدم البيانات المرسلة من قمر صناعي على ارتفاع 20,000 كيلومتر. بنيت هذه المحطة الأساسية للنظام العالمي للملاحة باستخدام الأقمار الصناعية لضمان دقة المشروع. غرق الوعاء الفولاذي ووزنه 550 طنا رويدا رويدا إلى عمق 37 مترا في قاع البحر. سارت العملية بشكل سلس حتى توقفت المطرقة عندما اصطدم الوعاء الفولاذي بالطبقة التي بلغت سماكتها 5 أمتار. اضطر السيد تشين لرفع قدرة الإرسال للمطرقة تدريجيا لتجنب الحمولة الزائدة للمطرقة وتعطيلها. وفي الوقت نفسه
يتجه بسرعة الإعصار نيسات الأقوى في العام الحالي من جنوب الفلبين نحو بحر الصين الجنوبي. سارعت قيادة المشروع في التخطيط العاجل قبيل وصول الإعصار إلى موقع البناء. دخلت عملية وضع الأوعية الفولاذية مرحلة حاسمة. يسيطر سيد تشن على أكبر مطرقة مهتزة في العالم للتعامل مع قاع البحر لتفادي أي حدث مفاجئ. استمرت المهمة المفترض إنجازها في حدود 30 دقيقة، استمرت لساعتين، وتبدأ الأمواج تتعالى وسط الرياح. إنها مهمة صعبة، إذا نجحنا في أدائها ستصبح بداية طيبة لبناء الجزيرة. يقترب الإعصار والسفن هرعت جميعها إلى ملاذ آمن. أخيرا بدأت العملية تسير بشكل سلس على الجزيرة الشرقية، حيث يغرق الوعاء الفولاذي بسرعة، ما يعني تجاوزه الطبقة الصلبة. بعد 10 دقائق فقط وصل الوعاء للعمق المحدد. بعد 28 سنة من الاستعداد، بدأ المهندسون الصينيون بناء أطول جسر عابر للبحر في العالم هنا. صنعوا أوعية فولاذية ضخمة لبناء جزيرتين صناعيتين، وأنتجوا 33 وعاء هائلا مثل حاملة طائرات لبناء أطول نفق تحت البحر في العالم. يعملون على بناء أطول جسر فولاذي في العالم بغض النظر عن قاع البحر المعقد والظروف القاسية، لكن هذا مجرد بداية فقط، فالمشروع لم ينتهي بعد، والمهندسون سيواجهون المزيد من التحديات ويسجلون رقماً قياسياً عالمياً جديداً. في غضون 4 سنوات قادمة ستسرع هونغ كونغ وتيرة تنميتها، وسيتقدم الشباب في ماكاو بسرعة، وسيكبر هؤلاء الأطفال في تشوخاي ليشاهدوا عالماً أوسع. وقتها سيحكي جسر هونغ كونغ تشوخاي ماكاو قصص المهندسين الصينيين لإنجاز بناء مشروع ضخم آخر.